التعميق على بئر السبع ومستوطنات النقب، كذلك التطورات في القطاع قطاع غزة، مناشير إسرائيلية تطالب سكان خان يونس بتقديم معلومات عن المحتجزين لدى حماس. من خان يونس ينضم إلينا الآن مراسل الحدث أحمد حرب، المزيد من التفاصيل حول هذه المناشير والتطورات الأخرى العسكرية. نعم زميلتي سارة، هذه المناشير ليست المرة الأولى التي تطلقها الطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء مدينة خان يونس. هذه هي المرة الثانية تطالب سكان مدينة خان يونس بتقديم معلومات مفيدة وثابتة حول المحتجزين الإسرائيليين في مدينة خان يونس. لم يتم الاستجابة ولن يتم الاستجابة مع هذه الطلبات حسب ما رصدنا وتحدثنا مع المواطنين هنا عند قراءتهم لهذه المناشير التي يعني تلقيها الطائرات الحربية الإسرائيلية للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على سماء مدينة خان يونس. وبالتالي هذه المناشير لم يتم التعاطي معها من قبل المواطنين لأنهم لا يمتلكون أصلا معلومات حول الرهائن أو المحتجزين الإسرائيليين داخل مدينة خان يونس أو حتى داخل قطاع غزة بشكل كامل. نتحدث عن التطورات الميدانية في خان يونس. قبل قليل كان هناك استهداف لمنزل في منطقة التحلية شرق مدينة خان يونس أسفر عن 4 ضحايا وعشرات الإصابات. أيضا في رفح كان هناك استهداف لعائلة الغوطي في مخيم الشابورة وسط مدينة رفح أسفر حتى اللحظة عن 5 ضحايا وعشرات الإصابات، وما زالت طواقم الدفاع المدني تحاول انتشال المزيد من الضحايا من تحت الركام. أيضا بتزامن مع استهداف منزل مأهول بالسكان في رفح قبل قليل، ولكن حتى هذه اللحظة لم يعرف عدد الضحايا والإصابات لأن حسب ما علمنا من المصادر هناك أن الأعداد كبيرة والمنزل مأهول بشكل كبير بالسكان النازحين من المناطق الشمالية. فيما يتعلق بمدينة غزة وهي التطورات الأبرز فيها حتى هذه اللحظة، الاشتباكات ما زالت تدور في المحاور التي يتقدم بها الجيش الإسرائيلي سواء في حي النصر أو في غرب مدينة غزة في على مشارف مخيم الشاطئ أو في غرب تل الهوى بالقرب من مستشفى القدس أو في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة. ما زالت الاشتباكات هذه تدور بين وقت وآخر. القسام قبل قليل قال أنه دمر دبابة وجرافة إسرائيلية في محور جنوب مدينة غزة، وبالتالي الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة بالإضافة إلى الغارات على المناطق الشمالية بشكل مكثف خاصة في محيط المستشفى الأندونيسي شمالي القطاع. نعم أحمد، فيما يتعلق بحركة النزوح التي تتابعها منذ أمس ومن الأيام الماضية، ما أبرز المشاهدات التي نقلت لك حول طريق النزوح وحول بالتأكيد الوضع هناك في الطريق وفي مناطق الشمال؟ نعم، يعني نحن رصدنا مع المواطنين الذين جاءوا من المناطق الشمالية ووسط مدينة غزة باتجاه المناطق الجنوبية. الطريق طويل مشيا على الأقدام سارة من أماكن سكناهم في المناطق الشمالية. نحن نتحدث عن آلاف الكيلومترات من جباليا وأيضا من مدينة غزة من مستشفى الشفاء حتى هنا إلى يعني المناطق الجنوبية. لا